أعزائي المتداولون، السلام عليكم. معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا للتاسع والعشرين من سبتمبر نبدأ أمامكم على اليورو دولار. كما ترون كان لدينا هنالك شمعة، نجمة، النجمة الصاعدة أنا بنظري. عادة بعد نجمات من هذا الشكل نحن نستمر في الصعود. الصعود هنا ممكن أن يكون مع المقاومة المائلة الهابطة عند مستويات 1.1250. إذا تم ذلك سوف نهبط إلى مستوى الدعم عند 1.1150. من عند هذه المستويات أنا بنظري أنه سوف نصعد مرة أخرى لنكسر خط المقاومة ونخترقه. على الباوند دولار كما ترون كان لدينا أيضا هنالك شمعة، نوعا ما شمعة المطرقة عند مستويات 1.31. أنا بنظري أنه عادة بعد هذه الشمعات نحن ممكن أن نواجه موجة صاعدة، التي إذا تم المقاومة عند مستويات 1.35 سوف تهبط مرة أخرى إلى مستويات 1.285. التداول الآن مدحوم بين هذه النقطتين، التداول موفقا وشكرا لكم.